ومن الأجندة إلى أولى موضوعات حلقة اليوم، وتحديدا مع منطاد سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة الله يحفظه ويرعاه، حيث اختتم منطاد صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه اختتم هذا المنطاد مشاركته في مهرجان مصر الدولي للمناطيد ضمن السعي المتواصل لشباب الإمارات لإبراز الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه ويرعاه لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتعليمية في الدول العربية عامة ومصر خاصة. وللحديث أكثر عن المنطاد، منطاد صاحب السمو حاكم الشارقة، وجولة هذا المنطاد في جمهورية مصر العربية وأهمية المشاركة في هذا المهرجان، يسعدنا أن نستضيف اليوم في أماسي كل من سعادة الدكتور أحمد السودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بجامعة الدول العربية، رئيس الجولة العربية لمنطاد صاحب السمو حاكم الشارقة، والكابتن طيار عبد العزيز المنصوري رئيس منطاد الإمارات. مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا والحمد لله على السلامة. مساك الله بالنور والسرور. الله يحفظك. مشكور يا أخوي. الحفظك يحفظك يا رب. ببتدي وياك، ببتدي من اليمين مثل ما يقولون كابتن عبد العزيز، حدثنا يعني عن فكرة هذا المنطاد وعن هذه الجولة على وجه العموم. طبعا سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو مجلس الأعلى للحاكم الشارقة غني عن التعريف. الفكرة بدأت في إيجاد وسيلة لنشر رسالة سموه على المستوى المحلي والدولي. وانت خابرنا منطاد الإمارات منذ تأسيسه في نشر هذه الرسالة الوطنية دولة الإمارات، فأتى الوقت اللي نقوم بعمل مثل ما تفضل أخونا الدكتور إما يكون بسيط بالنسبة لسمو الشيخ الدكتور. فهذه الفكرة عبارة عن رسالة من أبناء الإمارات للأمة العربية الإسلامية عامة بما يقوم فيه سيدي سمو حاكم الشارقة. جميل جدا جميل دكتور. في الحقيقة هذه الجولة سعادتك هي ضمن مجموعة جولات في الحقيقة شملت عدد من الدول، حدثنا عن الدول التي شملتها هذه الجولة، حدثنا عن الجولة الأخيرة في الحقيقة، وما هي الرسالة التي أوصلتموها؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني دعني أتقدم جزيل الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على جهوده في التنمية، في الاقتصاد، في المعرفة، في يعني حقيقة متابعة أحوال المواطنين على مستوى الإمارات الشارقة والحقيقة على مستوى الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله. يعني بداية يعني هذا الرجل له مكانة غالية وعزيزة في قلوبنا أولا، ومن ثم في قلوب العرب كلهم اللي زرناهم. صحيح. يعني وجدنا له أسماء يعني حقيقة في هذه الدول من يطلق عليها يعني القائد والمعلم والمفكر والعالم والباحث، ويعني حقيقة يعني أسماء يعني في بعض الأحيان هي حقيقة ولكن عندما نسمعها نحس في فخر في وجداننا بفخر كبير أولا. صحيح. ومن ثم نحس برضه أن نحن مقصرين بحق هذا الرجل حقيقة يعني. ليس يعني تقصير يعني نعلمه، وإنما قد يكون هناك تقصير لا نعلمه. صحيح. من حيث أنه لابد أن يكون هناك أمور كثيرة. طبعا الفكرة التي تفضل فيها أخي سعادة الأخ الكابتن. نعم. عبد العزيز جاءت لرد بعض ولو القليل من الجميل الذي يوليه هذا الحاكم وهذا القائد وهذا المعلم. نعم. وهذا الأب الحنون اللي دائما نشوفه بمتابعات البث المباشر، متابعات الأحوال المواطنين، متابعات لماذا لا نقدم شيء بسيط؟ فاجتمعت الفكرة. جميل. مع أخوي الكابتن بأن نقوم بشيء مميز وأطلقنا عليه منطاد الشيخ سلطان بن محمد صاحب السمو الشيخ الله محمد، وأطلقنا ضمير الاتحاد. جميل. نعم. يعني اسم المنطاد ضمير الاتحاد. ويعني طبعا المنطاد بنفسه يعني يحمل شعار صاحب السمو يعني صورته يعني الكبيرة. صحيح. يعني في جنبيه تزين هذا المنطاد. تزين هذا المنطاد. نعم. لي يعني إعطاء العالم فكرة أن هذا هو صاحب المنطاد، هذا الرجل الذي نحن جئنا من أجله إلى هنا لنعرف به العالم ونعرف الإمارات، يعني نعرف الإمارات للعالم برضو. جميل. حقيقة يعني زرنا مصر كما تعلم، زر يعني منطقة الإهرامات، ولكن تحديدا زرنا
الإسكندرية. لماذا؟ لأن صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي كان في الإسكندرية. صحيح. وزار صحيح. المكتبة، مكتبة الإسكندرية. صحيح. فنحن يعني تتويج لتلك الزيارة. زرناها يعني مرة أخرى بهذا المنطاد. إن نحن يعني هذا حاكمنا. وهذا يعني قائدنا. وهذا معنى ها نحن شباب الإمارات معكم. يا سلام. يعني لنكمل ما بدأه صاحب السمو يعني الشيخ سلطان. يا سلام. نتابع في الحقيقة هذا المنطاد الآن. والصور هذه. في هذه الصورة طبعاً شو يعني لو تلاحظ إن هذا لو سمح لي الكابتن بس أشرح، هذا يعني محافظة الإسكندرية. المبنى الرئيسي، وكما تشوف مكتوب على I love Alexandria بالإنجليزي. وهاي المنطاد سيدي يعني صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، يعني ما شاء الله تشوفه أعلى حتى من المبنى نفسه. المبنى نفسه، المبنى يعني كان حوالي 10 أدوار. كذلك كانت لفتة طيبة إن أحد مدارس الأيتام زارونا عند المنطاد هذا. لأخذ فكرة عن المنطاد هذا، الصورة محافظ الإسكندرية هو يلتقي أخي الكابتن عبد العزيز وأنا معهم حقيقة في مكتبه العامر. وقدمنا له صورة المنطاد برضو تزينها، يعني هذا هؤلاء الأيتام. هؤلاء الأيتام كما ترى، هذه الصورة اللي كانت قبل هذه يعني تزين الصورة، أعطينا هي صورة المنطاد نفسه. إذن مشاركة مجتمعية يغلفها طابع إنساني كذلك في الحقيقة. نعم يعني. حقيقة نحن بلد التسامح. نحن بلد لا الإنسانية. لا شك. نحن بلد يعني تعلمنا من قادتنا وحكامنا، سواء المغفور لهم يعني صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان قال هي طيب الله تراه. ولا أصحاب السمو الحكام الحاليين الموجودين القيادات الرشيدة. بأن نحن بلد التسامح والإنسانية والمحبة. وأن نحن ننشر السلام. نحن ننشر المحبة. نحن يعني في باطننا يعني دائما حنونين على مثل هؤلاء الأطفال. ولذلك انتقينا يعني المدرسة لما عرضت علينا عدة يعني زيارات. يعني الأخ عبد العزيز وأنا يتناقشنا بأن نختار هذه المدرسة. لأن هؤلاء أيتام، هؤلاء صحيح. ناس يجب أن نكون معهم وأن يكونوا معنا في مثل هذا صحيح. الحدث صحيح. فكانت هذه الصور الجميلة المعبرة عن ما نكنه لقائدنا وعن ما يكنه الشعب المصري حقيقة. استقبلنا استقبال كبير فعلا. هذا السؤال التالي سأعود إليك مرة أخرى. دكتور، لأسألك عن كيفية استقبال الشعب وأهالي جمهورية مصر العربية الشقيقة لهذا المنطاد وللوفد اللي تمثلونه حضرتكم، خصوصا أنكم اخترتوا بلد لمعزة خاصة في قلب صاحب السمو حاكم الشارقة الله يحفظه ويطول بعمره. أعود إليك كابتن عبد العزيز المنصوري، يعني هذه جولة ضمن عدة جولات بديتوا في مجموعة من الدول العربية، كذلك كانت لكم جولات في دول أجنبية صحيح؟ نعم، احنا مثل ما انت عارف عندنا مشاركة كانت سابقة في منطاد سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة في بولندا. صحيح. وكنا في إيطاليا في منطقة اسمها مندوفي. وأيضا رايحين يعني تسبقت الأحداث، رايحين خلال الأيام القادمة في رمضان في مندوفي. ضمن في رمضان بيكون معرض الكتاب أعتقد. صحيح. وتم استضافة الشارجة كضيف شرف. صحيح. لكن تباين تأخذ المعلومات منه مسبقا كذا. لا ما شاء الله عليك. هكذا الصحفيين. أي محمد شاطر. فإحنا عندنا كذا فعالية فعلا كانت في أوروبا، والآن مصر طبعا مصر الغنية عن تعريف هي عمود الخيمة العربية. لا شك. والوطن العربي هذا طبعا المعرض اللي قام فيه الفريق في جامع القاسمية. جامع القاسمية. نعم. هذه في مشاركتنا في سويسرا في شاتدو في شهر 1 يناير الماضي في جبال الألب. طبعا احنا الفريق العربي الوحيد اللي يشارك في هذه الفعاليات. هذه عندنا في إمارة الشارقة لما كان مهرجان الشارقة الدولي للمناطيد. نعم. اللي يقام سنويا حقيقة، مشكورين الإخوان في مجلس الشارقة الرياضي في دعم هذه المسيرة الرياضية. جميل. وأيضا عندنا مشاركة قادمة إن شاء الله في اليابان. ما شاء الله. بتكون الفريق العربي الوحيد أيضا لأول مرة يشارك في مهرجان ساقا الياباني. ما شاء الله. متى بتكون هذه المشاركة؟ بيكون في نوفمبر في شهر 11 القادم إن شاء الله. يعني كيف تجدون الانطباعات هناك؟ ما هي أبرز الاستفسارات التي تردكم من في الحقيقة يعني المتابعين والمهتمين والمعجبين بفكرة هذه المناطيد؟ وطبعا المنطاد الخاصة احنا مشاركاتنا شقين، شق الفني اللي احنا طبعا نقوم فيه من ناحية التكنيك والمعدات والأجهزة. هذه وين بس أكثر؟ هذه في بولندا. هاي في شهر 9 الماضي. جميل. وطبعا هاي
دائما ما في لقطه طلعت قبل شويه وانت تهدي كتاب لصاحب السمو لاحد الضيوف. نعم هذا هذا محافظ مدينه نوانشوف العمده. طبعا فكره الكتاب كانت فكره اخونا ابو فهد ان احنا خلال مشاركتنا نجسد او يعني نكمل فعاليتها في اهداء أيقونة المنطاد اللي هو كتاب سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة. جميل جميل جدا. أعود إليك سعادة الدكتور أحمد، صف لي استقبال أهالي مصر والمسؤولين. كنت في مكتب المحافظ كما تابعنا من خلال الصور محافظ الإسكندرية، شاركت معاكم مدرسة كذلك إحدى المدارس الخيرية أو المدارس التي تعنى في الجانب، أو أعتقد مدرسة للأيتام كما ذكرت. جميل، يعني صف لي الاستقبال هناك كيف كان؟ أخي الكريم، يعني بداية أنا أريد فقط قبل لا أبتدأ أسترسل في هذا الموضوع، الموضوع لا. جميل وحلو. أريد أقول أن هذا المنطاد، أو إحنا أنا مجموعة مناطيد يعني. صحيح. يعني أنا أرجو من الأخوة المسؤولين أولا، ومن ثم رجال الأعمال في الدولة هذا، ومن ثم المهتمين بنشر ثقافة الإمارات وفكر الإمارات ومن هي الإمارات، أن يتعاونوا مع الكابتن عبد العزيز وهذا المنطاد. يستاهل يستاهل، لأن يعني حقيقة الدور الذي يقوم فيه دور كبير ودور محوري. صحيح. يعني في نشر الثقافة، ثقافة السلام، ثقافة التسامح، ثقافة التآخي. صحيح. ومن ثم يعني نعطي فكرة للآخرين من نحن. صحيح. الحقيقة نحن معروفين. صحيح. ولكن هناك كثير من الدول في أوروبا، في آسيا كذا، لا يعني يعني هذه الطريقة يرغبون فيها. أكيد. يعني غير عن الطرق، هذه طريقة حديثة. صحيح. طريقة يعني جديدة. صحيح. طريقة يعني تصل بسرعة إلى يعني أهدافها وبسرعة. فيها جانب إبداعي. نعم. بالحقيقة. فأنا حقيقة أرجو يعني أن يعني يساهم الأخوة جميع المسؤولين، سواء كان في الآثار، كان في السياحة، كان في يعني وزارات المختلفة والدوائر المختلفة على مستوى إمارة الشارقة وعلى مستوى الاتحادي. نعم. وكذلك رجال الأعمال بأن يدعموا هذا الفريق، لأن هذا الفريق مهم جدا، وإذا دعم أنا أقول لك هذا الفريق سيكون له دور فاعل ومؤثر في نشر ثقافة الإمارات الخارجية، يعني سيكون سفيرا للإمارات، سفيرا للسلام، سفيرا للنوايا الحسنة. لا شك. وأنا حقيقة كما تعلم يعني أنا يعني لدي يعني الحمد لله لقب سفير السلام العالمي، وأعلم ما هو يعني ما يقومون به مقارنة بما قمنا نحن به. صحيح. ولذلك قريبا لو دعمنا هذا الفريق سيحصل على يعني هذا اللقب وهذه الألقاب العالمية. صحيح. هذا من جهة. جميل. من جهة أن أعود إلى سؤالك الكريم وأشكرك عليه، حقيقة ما قوبلنا به مش ما كنا نتوقع، نحن نتوقع من الشعب المصري الكثير، لأن الإمارات ومصر حقيقة يعني المغفور للشيخ زايد بن سلطان عليه طيب الثرى قال أنا أوصيت أولادي بالاستثمار في مصر، لأن مصر عز العرب. صحيح. فنحن يعني الشيخ سلطان الله طول صاحب سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. نعم. يعني كان مقيم في القاهرة وكان يدرس في القاهرة. صحيح. وكان يعني من محبين مصر ومن محبين. صحيح. لأن مصر حقيقة لدعنا يعني نقول ودع الآخرين يعني يقول ما يقول، مصر هي العروبة، هي العروبة. صحيح. وهي يعني بلد المليون في مقارنة مع الدول كلهم، يعني احنا 350 مليون، مصر بنفسها 100 المؤرخين، هناك نعم. كثير من الآخرين قد يكونوا غير مسجلين يعني. نعم. وبالتالي يعني حقيقة استقبال استقبلنا فيه يليق بالإمارات. أنا أقول لا يليق، يعني أنا نحن نمثل دائما، أنا أقول حق عبد العزيز لما نروح أي بلد نحط جواز نشوفه يوهي وتلاقي يعني تسهل لنا الأمور. صحيح. لكن أنا ما أقول كذا، أقول إنه يليق بالإمارات وحكام الإمارات وقادة الإمارات وشعب الإمارات. الجميع كان حقيقة فرح، والجميع يعني أيد الفكرة هذه، ويعني نحن برضو ساهمنا في نوع من تعرف السياحة. أكيد. لأن هذه الأشياء يعني حديثة. لا يعني مصر يعني أو الدول حتى دول الإمارات ما عندها فريق آخر. نعم. يعني يمثلها. نعم. هذا يمثل الجانب يعني السياحي، ويمثل الجانب الثقافي، ويمثل الجانب التراثي، يمثل أشياء كثيرة. يعرف بالدولة. نعم. نعم. صحيح. فحقيقة يعني كذلك لما جينا عند المحافظ يعني بأمانة استقبلنا عند الباب. عند الباب. وودعنا عند الباب. صحيح. وكان فرح جدا تقديرا لهذه الجارة، تقديرا مش لنا احنا، قد يكون لنا وقد يكون لدولتنا، للدولة. نعم. صحيح. ولحاكمنا صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي. صحيح. والجميع زي ما حكيت لك في بداية الحلقة. نعم. يعني الشيخ سلطان يعني له محبة
ومودة نعم. خاصة نعم. في مصر أكيد. يعني لماذا؟ لأنه قام بالكثير لمصر. صحيح. يعني رجل من نعومة أظافره في شبابه. صحيح. وهو يعني حسب ما من كلامه اللي قالنا إياه في المكتب لما تكلم نعم. ومن سيرته الذاتية. صحيح. ومن تواجده في آخر مرة، يعني هو مصر بالنسبة له يعني قلبا. صحيح. يعني معه قلبا وقالبا. صحيح. فيحب مصر، ولكن احنا نحب مصر. صحيح. عندما قادتنا يحبون شيء احنا في الامارات تعرف. صحيح. يعني احنا لما قادتنا يحبون شيء صحيح. نحن على معهم على نهجهم، وعندما يكرهون شيء نحن معهم. يعني نحن اطيع الله والرسول واولي الامر، لهم دائما محبين في الحقيقه. فلله الحمد نحن نحب مصر والمصريين يحبوننا. ومن ثم لما نزلنا الشارع، لما جينا نطير المنطاد ولما والناس وحضروا، يعني يعني لولا ان خوفناهم قلنا شو ابتعدوا نتحفي غاز في أكيد. في امور أكيد. فنيه انا ما اعرف اللي يعرفه اخوي عبد العزيز. صحيح. يعني كان يعني الامن والشرطه يعني بعدهم عنا، وبعد ما نزلنا المنطاد وقبل ذلك يعني مقابلات صحفيه ويعني ويحببونا ويعني يعطونا ورده ويعطونا اشياء. اذا حفاوه كانت حفاوة كبيره حقيقه. جميل. واللي يعزمنا واللي يقول تعال في المكان الفلاني، طبعا جزاهم الله خير ما كان احنا عندنا الوقت يعني لكل هذا. يا سلام. تعرف يعني احنا رايحين لهدف معين. صحيح. وكنا نبغى نجزال هدف. صحيح. ساسالك عن الجولات القادمه، بالتاكيد ذكر جزء منها الكابتن طيار عبد العزيز المنصوري، لكن اعود اليك كابتن مره اخرى. هذه المشاركة في مهرجان مصر الدولي للمناطيد في الحقيقة، ما الذي يميزها من وجهة نظرك؟ بالتأكيد يعني جانب من ما يميزها ذكر سعادة الدكتور أحمد في الحقيقة، هذه الحفاوة وهذا الاستقبال، وهو معهود في الحقيقة من مصر قيادة وشعبا في الحقيقة، وهو غير مستغرب. ولكن بالنسبة لك أنت اليوم من الجانب الفني أو كطيار أو كصاحب خبرة ومشاركات سابقة، ما الذي يميز هذه المشاركة؟ طبعا مصر مثل ما قلت لك هي وما تفضل فيه أخونا الدكتور هي عمود الخيمة العربية. صحيح. احنا شاركنا في كل دول العالم من أمريكا إلى روسيا إلى ساق اليابان استراليا كامبرا، الآن بدأت عندنا الجولات العربية وهذه أول جولة. طبعا الإخوان معدين البرنامج اختاروا مصر لما كانت مصر كدولة الإمارات، لما كانت مصر الفنية السياحية حتى الأمنية والعسكرية. مصر يعني غنية عن التعريف في هذا المجال. مش كطيران وكمشاركة يختلف 180 درجة. طبعا الأجواء الأرضية، الدعم الفني، الدعم اللوجستي، الجمارك، الإعلام، الجمهور. مثل ما تفضل يعني أول ما نفخ المنطاد آلاف مؤلفة من الشباب والأطفال والناس اللي بيركب المنطاد حبا فينا، حبا في رمز المنطاد. في أوروبا يعني ربما يكون نوعا معتاد عليه. وفي تسهيلات شوي يمكن أكثر. طبعا احنا مستمرين في هذه الجولة العربية. فمصر يمكن هي البوابة للوطن العربي. صحيح. فعرفنا اللي شو بنقابله خلال المراحل القادمة. طيب خليني أسألك سؤال يمكن لا علاقة بجوانب الأمن والسلامة، يعني ألا تخشون نوعا ما يعني في أي دولة من الدول في الحقيقة أن عندما يطير هذا المنطاد أو يحلق في الحقيقة أن البعض ربما نوعا ما يحاول أن يرمي بحاجة أو غيره أو كذا أو هذا، هذا الجانب وهذا الهاجس. هذا الهاجس تكلم الدكتور لأنه يخاف يركب فيه ليقول حد ينيشن على المنطاد. صدق. يقول لا أنا أخاف حد ينيشن. لا طبعا الحمد لله. شوف المنطاد يتواجد في ثلاث أماكن أو ثلاث أمور أساسية. الاستقرار الأمني، لأن في دولة فيها إرهاب ومشاكل ما يطير منطقة. أكيد. استقرار اقتصادي، إذا دولة فيها سيولة لهم من باب العبث الواحد يقول أحيانا أو من باب الشقاوة نوعا ما ممكن. والله شوف في عندنا فريق احنا نخليهم 24 ساعة عند المنطقة. جميل. إيه نخليهم هناك مرزوزي مثل ما فهد قال يلسوه هناك اسمه. طبعا الإخوان حتى يمكن في مصر كانوا يانا هناك، ما راح أقول لك جهاز أمن كبير لكن فعلا كان كبير. يتابعنا من المطار، يتابعنا وجودنا في مكان الطيران، يتابعنا حتى في سكننا. للأمانة كانوا متواصلين معنا أجهزة أمنية كبيرة حبا فينا وحرصا على أمن وسلامتنا وأمن الجمهور أيضا. أنت يا بتطير وعندك غاز بروبين وعندك معدات طيران وعندك أيضا هم الأمن والسلامة فوق كل شيء عندنا. مبدأ الأمن والسلامة. جميل. يعني ذكر الكابتن طيار عبد العزيز المنصوري دكتور أحمد في الحقيقة ذكر بأن هناك جولات قادمة. في الجولات القادمة كيف يتم اختيار هذه المدن التي يعني تنوون زيارتها أو تدرجونها في جدول الزيارات؟ على ماذا يبنى مثل هذا الاختيار؟ احنا حقيقة يعني تعرف في الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري احنا البارتنر زي ما يقولوا مع نعم شراكة الفريق معهم. شراكة معاهم نعم. وندعم هذا الفريق دائما.
لما نجلس مع بعض نفكر بعقلانية. أولا يعني نفكر يعني الدور نختاره بناء على بعض المعطيات ذكرها هو. أول شيء العلاقة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه الدولة، ما هي العلاقة اللي بينها؟ يعني ما ممكن أروح لدولة لا تكون لي أي احترام وأي تقدير، ولو أن نحن الحمد لله الأول عالميا حتى في جوازنا صحيح. يعني ولكن برضو نجي إلى دقائق الأمور البسيطة يعني اللي نتوخاها من هذا منذ نشوف مدى هذه الدولة. يعني صح يمكن القيادة تحبني ويمكن الشعب يحبني، لكن فيها مثلا إرهاب أو فيها الأمن غير مستقر صحيح. وهذا مهم جدا مثل ما تفضلت أنت، سؤالك كان في الصميم ولكن أردت أن تغلفه بدعابة. يعني فعلا يعني لو جاء واحد تعرف هذا غاز صحيح. والغاز الآن في الأعالي صحيح. لو واحد ضرب المنطاد بحاجة فوق صحيح. المنطاد كله بيلبس صحيح. فهمت كيف صحيح. وقد يعني الأخوان الكابتن يؤثر على سلامتهم والعاملين في المنطاد صحيح. ومن ثم يمكن يطيح على صحيح. ناس آخرين صحيح. وبالتالي هذا الموضوع يعني بالنسبة لنا نحن مهم جدا ومثال لنا برضو اتجاهات يعني أعتقد الرياح وما رياح وهذه دراسات فنية أكيد. في أشياء يعني عامة وفي أشياء ثالثا برضو احنا ماذا نريد من هذه الجولة؟ هل نحن الآن نريد أن ننشر شيء معين عن شخصية معينة عن الاقتصاد في الإمارات عن السياحة في الإمارات مثلا؟ وأنا هكذا أقول لماذا أقول لك خلنا ستوجهوا لنا؟ احنا ممكن ننشر السياحة، ما هي السياحة في الإمارات؟ في الخارج صحيح. ممكن ننشر حتى موضوع مثلا كتاب معين عن صحيح. الإمارات، ممكن صحيح. سياسة الإمارات في التسامح والسلامة صحيح. يعني احنا ممكن ننشر أشياء كثيرة صحيح. من خلال هذه الجولات لا شك. وبالتالي نحن نشوف الدولة هذه احنا مستهدفين منها ايش صحيح. يعني مثلا هل احنا جايين نبارك عندهم عيد وطني مثلا احنا نخطط الآن لمثلا زيارة السعودية مشكلة نعم. في العيد الوطني القادم يعني لماذا؟ لنهنيهم نحن والسعودية تعرف الآن الحمد لله مع بعض. أنا ألاحظ في الحقيقة بأن مثل هذه الجولات كذلك هي نوع من رد الجميل أو رد التحية بمثلها نعم وخلق المحبة أكيد والمودة فيما بيننا نحن ونحن نحمل رسالة أن نحن أبناء الإمارات مرسلين. نحن ما نمثل أنفسنا صحيح. ما في إمارات يمثلنا صحيح. نحن نمثل شعب الإمارات، نحن نمثل قيادة الإمارات نعم. نحن نمثل يعني المحبة والسلام اللي في الإمارات. وبالتالي عندما تكون هناك مناسبة في دولة عربية وتربطنا معها أو دولة أجنبية تربطنا معها علاقة مميزة تتواجدون في ذلك اليوم الذي سيكونهم فرحين نفرح معهم لا شك. احنا يعني احتفل مثل يوم العيد صحيح نعم. احنا في الحقيقة يعني دائما فخورين بمشاركة منطاد الإمارات وفخورين كذلك بهذه الشراكة اللي بالتأكيد يعني أنت وجهت رسالة دكتور أحمد في غاية الأهمية. طلبت من الجميع في الحقيقة أن يتعاون وأن يدعم هذه الفكرة وهذا التوجه النبيل وهذه الرسالة السامية التي تنشر من خلال منطاد الإمارات. أنا فخور بوجودكم معي اليوم سعيد وتشرفت في الحقيقة وسأتشرف مرة أخرى بلقائكم إن شاء الله بعد نهاية جولاتكم كذلك التي تنوون القيام بها في هذا العام. كل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور أحمد السودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير بجامعة الدول العربية، رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبد العزيز المنصوري كذلك ألا وهو فعلا رئيس منطاد طيران أو رئيس منطاد الإمارات بالحقيقة. شكرا جزيلا لك. شكرا. نحن نرسل تحية تقدير واحترام من هذا المكان نعم. ومن كل مكان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسم حاكم الشارجة الله يحفظه. ونقول له توكل على الله ونحن معك ونرسل تحية تقدير واحترام إلى قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات وإلى شعب الإمارات الطيب وإلى كل الدول العربية ونقول لهم كل عام أنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك بإذن الله وكل سنة وكل حول مثل ما بإذن الله يا رب بإذن الله.